شريرة احلى شعور في الدنيا يعني، بس مش عايزه انسى اي حاجه اي تفصيله، انا بحب المسلسل ده قوي. شيري اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. موجودين النهارده في تكريمك في بدرون باختلاف، وانت مشاركه بحالي في اكتر من دوره. كلميني عن شعورك، كلميني عن مشاركتك. انا اللي ببقى مبسوطه، وانا اللي ليا الشرف ان انا ابقى متواجده هنا وان انا اشارك وببقى مبسوطه وانا بعمل كده يعني. وانا نازله الصبح رايحه اشارك في اي احتفاليه بيبقى يوم حلو، ببقى حاسه بحاجه ان انا بعمل حاجه انا مرتاحه فيها وانا مبسوطه منها. شعورك ايه وولادنا يعني عايزين يصوروا معاكي، عايزين يتكلموا معاكي؟ احلى شعور في الدنيا يعني، ببقى مروحه سعيده وببقى مبسوطه بفرحتهم، وببقى مبسوطه وانا شايفاهم بيضحكوا، دي بتبقى كبيره قوي عندي. عارفين انك مشغوله اليومين دول في التصوير، كلميني عن صوري ايه؟ بصور خلصت، لسه مخلصه الوصفه السحريه، ده مسلسل 45 حلقه اخراج الاستاذ خيري سالم، معانا ابطال كتير، معانا عمر الشناوي، هدي كرم، بسمه داوود، اسلام جمال طبعا، استاذه سلوى محمد علي، مش عايزه انسى حد، كارولين عزمي، وكتابه استاذ هاني سرحان، بس مش عايزه انسى اي حاجه اي تفصيله، انا بحب المسلسل ده قوي. بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله. انت هنشوف شيري عادل شريره. شريره؟ عملت شريره يعني، عملت ده، ما بحبش فكره شخصيه شريره عشان هي شريره وخلاص، الشر للشر ده، لانه انا مش مقتنع قوي يعني ببقى حاسه ان اكيد ليهم اسباب وصلت لده، مش ده معناه ان هم صح، لا، بس لازم ابقى فاهمه هي ايه اللي وصلها للشخصيه المعقده دي. اذا لقيت الحاجه اللي تخليني اقتنع بالتعقيدات دي بحس الشخصيه وبعملها، لكن غير كده ان هي تبقى الشريره بس عشان تبقى شريره، الشريره بتاعه المسلسل مش ببقى حاسه. في حاجه جديده في السينما؟ في السينما في اصل الحكايه هينزل ان شاء الله، بس مش عارفه هينزل عيد ولا عيد كبير يعني، مش عارفه. معانا نجوم كتير، استاذ خالد الصاوي، استاذ بيومي فؤاد، استاذه هاله فاخر، محمود حافظ، كريم عفيفي، رانيا شاهين، واخراج طبعا استاذ محمد امين. كان لي الشرف ان انا يعني اشتغل معاه، انا اصلا كان نفسي من زمان جدا ان انا اشتغل معاه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، ويا رب سنه سعيده عليكم يا رب.